السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين في كل مكان. النهاردة هنتعلم مع بعض أسهل طريقة لحفظ جدول الضرب إن شاء الله، طريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اللايك بيساعد الفيديو إن هو يكبر وينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس. ولو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة عارفين إن 9 في 1 بيساوي 9، دي لازم نكون كلنا عارفينها. اي رقم بضربه في الواحد بنفس الرقم. 9 في 2 يساوي، تعالوا معايا اول حاجة بناخد الرقم ده، الرقم ده اللي معايا بوصله للعشرة، بوصله لايه؟ للعشرة. يعني الاتنين دي محتاجة كام علشان توصل لعشرة؟ الاتنين محتاجة لـ8 علشان توصل لـ10. 2 زائد 8 بيساوي 10، يبقى انا بكتب الـ8 هنا. طيب وبعدين الاتنين دي بنقص منها واحد، الاتنين بشيل منها واحد، هتبقى كام؟ هتبقى 1، يبقى 9 في 2 بـ18. مرة تانية عندنا 3 هوصلها للعشرة، يبقى 3 زائد كام بيدينا 10؟ 3 زائد 7، تمام. يبقى انا احط 7 هنا. طيب والتلاتة دي هاخد منها واحد، يبقى كام؟ عندنا 2، يبقى 9 في 3 بـ27. طيب يلا هنا كمان الـ4 عاوزين نوصلها للـ10، محتاجة كام؟ محتاجة 6، 4 و6 10، يبقى أنا بحط 6 هنا والـ4 باخد منها واحد، يبقى عندنا 3. طيب هنا 9 في 5، الـ5 محتاجة كام علشان توصل للـ10؟ محتاجة 5، يبقى بحط الـ5 هنا، وعندنا الـ5 هاخد منها واحد، هتبقى كام؟ 4. طيب يلا اللي بعدها 9 في 6، الـ6 محتاجة كام علشان توصل للـ10؟ محتاجة 4. طيب وهاخد منها واحد، الـ6 هاخد منها واحد، هتبقى كام؟ هتبقى عندنا 5. الـ7 محتاجة كام عشان تبقى 10؟ الـ7 محتاجة 3. طيب وهاخد من الـ7 واحد، هيبقى عندنا 6. 9 في 7 بـ63. الـ8 محتاجة كام عشان توصل للـ10؟ محتاجة 2. طيب وهاخد من الـ8 واحد، هيبقى عندنا 7، يبقى 9 في 8 بـ72. الـ9 عاوزة كام عشان توصل للـ10؟ عاوزة 1، والـ9 هاخد منها واحد، هتبقى 8، يبقى 9 في 9 بـ81. و9 في 10، الـ10 محتاجة كام عشان تبقى 10؟ محتاجة 0، يبقى عندنا بالـ10 هاخد منها واحد، هتبقى 9. واحنا عارفين كمان ان 9 في 10 بـ90. كده دي اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب. اكتبولي في التعليقات عاوزين جدول ضرب كام المرة القادمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.